أرستيوب دي مكان جديد مع لي كريب. تشترك في القناة وتفعل الجرس. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق هرس ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيف الويدان والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدير بوهوش من توقيف شخص وحجز ثلاث شاحنات لنقل بضائع محملة بكمية معتبرة من الملابس المستعملة شيفون قدرت ب 201 رزمة وزنها الإجمالي 70 قنطار و 35 كيلوغرام وعلبتين سرعة لسيارات رباعية الدفع بقيمة مالية إجمالية مقدرة بمليار و 642 مليون سنتيم. العملية نفذت بناء على معلومات واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسفل الوداد، مفادها تمرير كمية معتبرة من الألبسة المستعملة عبر إقليم ولاية سوق هراس تحت إشراف قائد كتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتا. تم استنفار جميع الوحدات بوضع نقاط مراقبة وغلق جميع المنافذ المحتمل المرور منها على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي سوق هراس وأم البواقي، حيث تم توقيف المركبة الأولى عند المدخل الشرقي لبلدية زوابي وسائقها المسمى خاميم البالغ من العمر 31 سنة لا يحوز على أي وثيقة. مواصلة للعملية في نفس اليوم تم توقيف شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين ولايتي سوق هراس وأم البواقي بالضبط بمشتة بوخملة بلدية بير بوحوش أين لدى سائقيها بالفرار.